بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني انا سعيد جدا 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 بوجودي معاكم النهارده، والحقيقه انا يعني بصحبه زملائي الوزراء، السيد نائب رئيس الوزراء وزير الصحه والسيد وزير الثقافه وكل قيادات الشركه المتحده النهارده في مناسبه جميله جدا، وهي اطلاق النسخه الثانيه من مبادره 100 يوم صحه، وايضا النهارده ان انا اكون في المسرح الروماني في المدينه التراثيه بمدينه العالمين. وانا سعيد جدا ان انا اكون موجود وسط شباب الجامعات، وانا اسمع وعرفت انكم من محافظات الوجه القبلي، والحقيقه دي حاجه جميله جدا انكم تبقوا موجودين معانا النهارده في مدينه العالمين، اللي هي واحده من المدن الجديده اللي الدوله المصريه بتبنيها، وهي في الاساس لشباب مصر. كل المدن اللي احنا بنبنيها الجديدة اللي بتتبني دايما دلوقتي، ويعني بحكم بقى يعني التخصص، دايما اي دولة النهاردة بتبني مدن هي بتبنيها لشبابها وولادها. فالنهار ان شاء الله انتوا اللي هتبقوا مستفيدين من هذه المدن وتنميتها واعمارها باذن الله، وحيبقى عليكم هذه المسؤولية. مش عايز اطول على حضراتكم، ولكن سعيد جدا بوجودي وسطكم النهاردة، وباذن الله كلنا نسعد بالعرض اللي هيقدمه أطفالنا وأولادنا وشبابنا من الأوبرا المصرية. وشكرا لحضراتكم جميعا.